للحديث أكثر عن استمرار استهداف قضاء الطارمية من قبل ميليشيات الحشد ينضم إلينا عبر الهاتف من الطارمية الصحفي العراقي عبد الله الفراجي. مرحبا بك سيد عبد الله الفراجي. ميليشيات الحشد تواصل عمليات الدهم والتفتيش في الطارمية منذ نحو يعني شهر. ما هي آخر المستجدات في الطارمية بعد الحملة التي شنتها الميليشيات على القضاء؟ حياك الله، أهلا بكم، أهلا بك وبمشاهدي قناتكم الكريمة. أخي العزيز، تواصل لليوم تقريبا 28 على التوالي تواصل القوات الحكومية عمليات الدهم والتفتيش، تفتيش الحقول ومنازل المواطنين والبساتين، تواصل عمليات المداهمة وعمليات تدقيق الهويات، هويات المواطنين خصوصا في المناطق الريفية التابعة لقضاء الطارمية. اليوم وأمس تم تعزيز القوات الحكومية المتواجدة في الطارمية بأكثر من 70 عربة تمر مملوءة بالجنود التابعين لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية وهيئة الحشد الشعبي. القوات الحكومية تمارس شتى أنواع التنكيل بالمواطنين، من حرق لمزروعاتهم ومن جرف بعض البساتين بحجة فتح طرق نيسمية. طبعا أمس وأول أمس اعتقلت هذه القوات في إحدى قرى البفراج الواقعة شمال قضاء الطارمية ثلاثة شبان. طبعا للمفارقة، هؤلاء الشبان ينتمون لعوائل صحوات سابقا، كانوا مشاركين بصحوات ونكل بهم تنظيم القاعدة وخسروا العديد من شبابهم على يد تنظيم القاعدة. اليوم القوات الحكومية تعيد الكرة وتظلمهم وتخفي أو تعتقل عدة شبان من هذه العوائل التي كانت منتمية للسلك الأمني. طيب، ما هي التهم التي توجه لأهالي الطارمية كمسوغ لاعتقالهم؟ طبعا التهم هي خلايا نائمة أو مساعدة المسلحين، مساعدة مسلحي داعش أو غير مسلحين. طبعا كل التهم هي تهم جاهزة لكن بدون دليل، أي دليل لا يوجد. اللي قلنا يوم أمس أو أول أمس اعتقلت هذه القوات ثلاثة شبان. اليوم صباحا تم إعلان على أن هؤلاء الشباب ينتمون إلى تنظيم داعش، وطبعا القوات الحكومية نشرت صور هؤلاء الشباب الشبان. أهل المنطقة منطقة البفراج التي تقع شمال الطارمية كما أسلفنا يعلمون أن هؤلاء الشباب لا ينتمون بأي صلة للتنظيمات المسلحة، بل هم عناصر صحوة سابقون. القوات الحكومية لكي ترسل رسالة إلى رئيس الوزراء بأن العملية مستمرة وأننا نعتقل عناصر داعش، تعتقل المدنيين وتطلق عليهم شتى الأوصاف. طيب سيد عبد الله، يعني وصفتها بأنها تهم جاهزة ومن غير دليل، هذه الاتهامات هل لا زالت تلقى قبولا لدى الشارع العراقي؟ كيف ينظر الشارع العراقي إلى هذه العمليات وهذه الاتهامات؟ طبعا غالبية أفراد الشعب العراقي خصوصا هنا في بغداد وفي أريافها يعلمون أن القوات الحكومية إنما تعتقل الأبرياء ولا تستطيع الوصول إلى المجرمين الحقيقيين، لأنها لو فعلا وصلت إلى المجرمين الحقيقيين لما بقيت هناك عمليات عسكرية وعمليات إجرامية وعمليات كروفر وكمائن. القوات الحكومية كما في كل مرة بعد هجوم أو كمين تذهب إلى دور الأهالي، منازل الأهالي، وتعتقل أو تختطف عدة شبان ثم تبتز أهاليهم بدفع مبالغ مالية يعني معينة، سواء 10,000 أو 20,000 دولار، ثم بعد مدة قصيرة يفرج عنهم بحجة أنه لا توجد دلائل كافية. طبعا هذا السيناريو أصبح تجاري وبعيد جدا عن الموضوعية. طيب، بالنهاية سيد عبد الله، يعني هناك سؤال دوما يتكرر، دائما يتردد، لماذا بالذات الطارمية؟ لماذا محافظات بعينها دون غيرها؟ طبعا أخي الكريم، نحن لا نقول ما ليس هو حقيقي. طبعا الحقيقة هي الطارمية هي حلقة وصل بين أربع محافظات، بين بغداد من جهة الجنوب وصلاح الدين من جهة الشمال وديالة من جهة الشرق والأنبار والصحراء النباعي من جهة الغرب. الطارمية حلقة وصل، الطارمية
طبعا في جغرافيتها مهمة جدا. الطارمية سلت بغداد الغذائية ذو أراضي خصبة، الطارمية تحيط بها نهري دجلة ونهر الإسحاقي، أراضي شاسعة، أراضي خصبة، بساتين عامرة، بحيرات 4500 بحيرة، بحيرة أسماك، معامل أعلاف ومعامل لعدة أنواع من عدة أنواع من البلاستيك وحقول دجاج وحقول أسماك. الطارمية منطقة، هي منطقة صناعية ومنطقة زراعية ومنطقة لتربية الحيوانات والماشية، إضافة إلى أنها في جغرافيتها السياسية توصل بغداد بسامراء، عين الحشد وعين الملايين على الطارمية لأنها تربط بغداد بسامراء، وهذا هو الهدف الغير معلن. نعم، شكرا جزيلا لك الصحفي العراقي سيد عبد الله الفراجي، كنت معنا عبر الهاتف من الطارمية.